برج الحمل مهنياً تعيش نشوة الانتصار بعد اطلاعك على نتائج أعمالك وتبدأ بالتخطيط لعمل أكبر من طموحك. عاطفياً العازب ليست العواطف مثل الثياب تغيرها كل يوم، توقف عن النزوات وفكر بالالتزام. المتزوج تتهرب من الشريك وتعيش العزلة مع ذاتك وتحاول اكتشاف مشاعرك. برج الثور مهنياً يوم يحتاج للصبر والهدوء إذا واجهتك صعوبات لم تكن بالحسبان وربما تكون بعيداً عن الاستسلام. عاطفياً العازب كثير من المعجبين يحيطون بك وبعض القلوب تنتظر إشارة منك، وعليك أن تعرف ما تريد من الحب القادم. المتزوج يبتعد الشريك عنك بقلبه وعقله ويجعلك تعيش بدوامة. اصبر واترك قلبك مفتوحاً له حتى يعود. برج الجوزاء مهنياً تحاول تنظيم وترتيب أمورك ونمط حياتك من جديد، وربما تواجه صعوبات ولكن إصرارك وثقتك بنفسك ستؤدي لنجاحك. عاطفياً العازب تشعر بعدم الأمان وتختلط عليك المفاهيم وتغضب الحبيب دون أي ذنب ارتكبه. المتزوج استقرار عاطفي وتفاهم مع الشريك بعد مشاحنات صغيرة سببها خلاف حول مستقبل أحد أفراد الأسرة. برج السرطان مهنياً قد تندم اليوم على عمل قمت به وأنت في حالة الغضب، ما زلت تستطيع إصلاح الأمور بذكائك وهدوئك. عاطفياً العازب تعيش قصة حب رومانسية وتجد أن كل شيء اختلف وأصبح للحياة معناً وطعماً خاصاً. المتزوج تعيش مع الشريك وضعاً عائلياً متميز يسوده تبادل الأفكار للنهوض بالأسرة. برج الأسد مهنياً تنتابك أفكار وأوضاع متباينة تجعلك تعيش النجاح والإحباط بآن واحد، وازن بين الأمور كي تحافظ على نجاحك. عاطفياً العازب قد تتألم لأن الحبيب ينوي الارتباط بأحد الأثرياء ناسياً حبك وتضحياتك. المتزوج استقرار عاطفي واندماج روحي مع الشريك ونجاحات داخل الأسرة تعوضك عن الفترات القاسية في حياتك. برج العذراء مهنياً استعد اليوم لبعض التغيير على الصعيد المهني وابتعد عن التأثيرات السلبية المحتملة وفكر بمستقبلك على المدى البعيد. عاطفياً العازب لقاء عاطفي في أجواء رومانسية يفتح أمامك باب العشق ويجعلك تشعر أنك بدأت تعيش الحياة. المتزوج يغمرك الشريك بحبه وبالمفاجآت السعيدة والأوقات الساحرة وتعيش قمة العلاقة الناجحة. برج الميزان مهنياً تخوض مجالات جديدة وتنخرط بأعمال خلاقة تفتح أمامك أبواب الإبداع وتزيد دخلك المادي. عاطفياً العازب حب يدخل قلبك وشعور رائع يأخذك إلى عالم المتعة العقلية والروحية. المتزوج مفاجأة من الشريك تسعدك وتجعلك تعرف مدى حبه واهتمامه بك. برج العقرب مهنياً ربما يكون اليوم هاماً لتحديد مصير عدة أمور ومنها مستقبلك المهني وارتباطاتك الاجتماعية، فكن حكيماً في قراراتك. عاطفياً العازب حب هادئ ورائع يدخل أعماق قلبك وتعيش المتعة الروحية وتشعر بأن كل شيء جميل. المتزوج حدث ما يثبت أن الشريك جوهرة نادرة عليك الحفاظ عليها لأنها أغلى من كنوز الأرض. برج القوس مهنياً ربما تسير الأمور اليوم بشكل مغاير لرغباتك، التزم الحذر والصبر لتنفيذ تطلعاتك وطموحاتك. عاطفياً العازب تتحرر من الحب الذي قيدك
بعد أن تكتشف أنه كان سراباً ووهماً، وتنطلق حراً بلا قيود. المتزوج، قد تخضع علاقتك مع الشريك لمتغيرات كثيرة وتتأرجح بين الصعود والهبوط، حاول استقرارها. برج الجدي، مهنياً تتحسن ظروفك المادية، وربما تبدأ بمشروع صغير مع أحد الأصدقاء مستفيداً من خبرتك في مجال عملك. عاطفياً، العازب، تحاول كسب حب وود جميع المحيطين بك مع الاحتفاظ بقلبك فارغاً، لأنك تحلم بالكثير وتطمح إلى شيء غير عادي. المتزوج، تحاول التهرب من الشريك بحجة حجم العمل والظروف، قل له السبب الحقيقي ولو كان جارحاً. برج الدلو، مهنياً، تحصل اليوم على حقوقك التي كانت على وشك الضياع وتقرر أن تكون أكثر حرصاً في المستقبل. عاطفياً، العازب، تشعر بالضجر من التنقل من علاقة عاطفية إلى أخرى وتتمنى أن تعيش علاقة واحدة تصل إلى الارتباط. المتزوج، قد ينتظر الجميع اليوم قرارك لحل مشكلة مستعصية وقديمة داخل الأسرة، كن حكيماً. برج الحوت، مهنياً، دافع اليوم عن حقوقك مهما كانت قوة الخصم، ولا تقدم أي تنازلات، وسيكون النصر حليفك. عاطفياً، العازب، دع ذكريات الماضي جانباً وفكر بالمستقبل، ولا تكن غامضاً مع الشخص الذي يطلب ودك وقلبك. المتزوج، تعيش السعادة الحقيقية بتحقيق هدف هام بمساعدة الشريك.